انسان. اذا انت لا تستحق هذا اللقب، انت مو بلد الانسانيه، صرت عندك ناس مظلومين، لا شغل لا عمل لا زواج لا تعليم لا اثباتات هويات، ما عندهم شهادات. لا تقولوا لي ماكو ناس شهادات ميلاد حق عيالهم، ما عندهم. انا عندي ولدي ادري انا والله اكثر وحده مطلعه واطلع اتصال، وماني خايفه. انا واقفه مع الانسان، الانسان اللي يمكن اغلب الناس ما يفهمونه، يمكن اغلب الناس ما يفهمون ان هذا انسان ومن حقه يعيش انسان. اقل شيء حقوقه هويه. تخيل تعيش وتموت انت بلا هويه. ماني قادر اتخيل. انا عشان كذي اقول يلبدون. انتم من شنو خايفين؟ شنو عندكم ما خسرتوا؟ عيالكم قاعدين ينتحرون، عيالكم ما قاعد يدرسون، لا قاعد يتزوجون، قاعد يوصلون الأربعين والخمسين مو متزوج، يقول أنا ماني قادر أعيش نفسي، شلون بعيش وحدة وشلون بجيب عيال؟ والحق معاه. إنزين أنا عانيت البدون كشخص عانيت، شلون أروح أجيب لي طفل يوم من الأيام يحس بنفس إحساسي اللي قاعد أحس فيه الحين، الظلم والقهر. الأبهات قاموا يبكون مو قادرين يوفرون شيء حق عيالهم. تبتيب طفل تبي توفر له حياه كريمه، اذا انا مو بيدي اوفر لك يا يمه ايش بيدي؟ انا ابكي ليل ونهار، انا امثل اي ام من البدون يمكن تبكي ليل ونهار بس لانها مو قادره لما يجي ولدها يقول لها ابي الشيء الفلاني وهي ما عندها تعطيه، تقول له لا هذه الفلوس ابي اكل واشرب فيها، او اخوانك يبي ياكلون شرب فيها. يعني ما ادري شنو احساسها، القهر اللي تحس فيه لما واحد من عيالها يطلب لها شيء وهي مو قادره تلبي له. يعني انا من شنو خايفين؟ طلعوا، احنا ايدنا بيدكم واقفين معاكم. كثر ما لازم يصير ضغط، اذا ما تطلعون ما حد راح ياخذ حقكم، لو انا اطلع وكل بدي يطلعون، اذا انتم ما تطلعون نفسكم ماكو فايده، لازم تطلعون. خايفين من شنو؟ ما ادري. بس سلام. الله يسلمك.